عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده انا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شويه بس يا سوريا، ما تبقيش كابسه علينا قوي كده. معلش يا باشا، انا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تتبح. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فك الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافاه ما تحلميش بيها. دي بضاعه بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بميت راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت. عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليله القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده، انا قصدي اقول ان جوازه زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازه زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما ان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين، فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وأجري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة، ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. مظبوط. الخطة اللي أنت عاملها مش بطالة يا ياسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. بالتوفيق. ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول؟ ايه انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي، هحليلك بوقك يالا. اهو كده الكلام يحلو.
كلام ايه ده اللي هيحلوي يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا بطل. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابقى دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي نبي الميت لحربته. سعيكم مشكورة سعادة البيع. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك، ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانتي ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاه العشاء هكون هنا ونصليه جماعه ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجه. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة، هي كل تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله، اكده يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن باه، عشان اخد بخاطر اخواننا البعد. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب؟ لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني مالناش نايف في الفرح ده؟ انت بنت ليكي أكبر نايف. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بالك رايق على الآخر. حكيم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهوا والمكشوف للعين، وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مش شغلاه الحكومة،
ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمتك الليل؟ أنا؟ آه. مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن الدهن في العتاقي كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. إيه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده والحجر اتطفى فيك؟ نزوده يا معلم. عرقك يا جديد، ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة، كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشتي يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليتي دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش. وشعارنا هو الإخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدامة لقمة العيش. أنتريه. أسيبك أنا يا برنس عشان أجهز. جهزي يا روح. بوسي. الإخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وأنا تحت أمرك يا كابتن. عرفت إن مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الأمثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وإنتي جبينك متسطر عليه العز والنغنغة، يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمة برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وأنا رجعت أهو وجاهزة لنمرتي، ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ أنا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ إنتي قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمة. اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعة واحدة انا كنت هقفل المحل، عارفة هعمل فيه ايه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيدة اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكة وصنفرة الدماغ تقفشي فيه بايدك واسنانك وما تفوتيش فرصة لأي واحدة تانية تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه لا، خدي دول فتحي شاهين.